وللمزيد معنا من عمان الدكتور ماجد الزبيدي، أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، رغم تزايد القمع الحكومي للتظاهرات ما تزال متواصلة، كيف ترى إصرار العراقيين على الانتصار في الثورة؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين. حياك الله. الواقع أن ثورة تشرين العراقية المباركة هي مستمرة بتصاعد واضح للعيان، وأن الشباب هم الصفة وهم الفئة الغالبة على هذه المظاهرات المتواترة المستمرة دون انقطاع، من البصرة إلى الموصل ومن كربلاء إلى الأنبار، وكل الشعارات والمطالب التي بدأت في تشرين من العام الماضي ما تزال حية إلى الآن. وهذا الإصرار وهذا الصمود من قبل الشباب العربي العراقي هو دليل على أن هذه الثورة ثورة مباركة وقوية وذاهبة إلى تحقيق أهدافها ضد المماطلات وضد أساليب التسويف الحكومية التي تلجأ لها وزارات الحكومة العراقية. طيب، شرائح المجتمع المختلفة تشارك في التظاهرات، لكن حضور الطلبة كبير جدا، ما دلالات ذلك دكتور؟ دلالات ذلك أن فئة الشباب هي الفئة العمرية الغالبة في المجتمع العراقي، كما هي في المجتمع العربي في أي مكان في المشرق العربي أو مغربي. ثم أن طلبة المدارس الثانوية وحتى المتوسطة وطلبة المعاهد العلمية وطلبة الجامعات العراقية، هذه الفئة هي غير مسيسة وغير منتمية لأحزاب الطوائف والمذاهب والأعراق، ولهذا هي عراقية وطنية. لا فرق بين شباب كربلاء وشباب الرمادي ولا شباب تكريت ولا شباب البصرة، وهؤلاء يريدون عراقا وطنيا واحدا موحدا قويا على كل أنواع الاحتلالات، وتطالب ويطالبون هؤلاء الشباب بفرص عمل وتعليم متقدم حديث، ويطالبون بإيجاد وظائف عند التخرج، ويريدون حلا حقيقيا لمسألة البطالة المتفاقمة جدا بين الخريجين. هذه هي أبسط وأول المطالب التي تطالب بها هذه المظاهرات العراقية المباركة. طيب، يعني كيف ساهم حضور الطلبة بمختلف مراحلهم في ترسيخ مفاهيم ثورة تشرين، ولماذا هذا الإقبال الكبير منهم حسب رأيك؟ حسب رأيي في هذا الموضوع أن الشباب يمثل عنصر الجرأة والإصرار على تحقيق مطالبه مقارنة بفئة الآباء والشيوخ على سبيل المثال، ثم أن هؤلاء الشباب هم وقود هذا الفساد المستشري في العراق منذ 17 عام، وإلى درجة أن منظمة الشفافية العالمية صنفت العراق كأبرز الدول الفاسدة في العالم. ثم أن الشباب العراقي، كل الشباب العراقي قد ملوا إلى الأبد، ملوا وزهقوا من حالات التسويف والفساد وذهاب العراق إلى المجهول في ضوء تكالب الدول وتكالب أنواع الاحتلالات العسكرية والسياسية وغيرها على أرضه. طيب، بالمقابل تحاول الحكومة أن تثني الطلبة عبر تهديدهم بشتى أنواع الطرق، كيف انعكس ذلك على التظاهرات حسب رأيك؟ هذه التظاهرات العفوية التي لا علاقة للأحزاب والكتل السياسية بها هي صامدة وصادرة على الرغم من وجود 20,000 بين شهيد وجريح ومصاب ومعاق، بل هناك 3,000 معاق إعاقة جسدية بين هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب لم يعد يخيفهم الرصاص، انهم يطالبون بحاضر مشرق ومستقبل واعد لهم ولاجيالهم ولذويهم، وبالتالي فهم ما يزالون في الشوارع، لانهم يعتقدون جازمين ان اسقاطهم في الحكومه السابقه هو اكبر دليل على ان نجاحهم قريب جدا واقرب مما يعتقد كثيرون جدا. طيب، أمام هذا التسويف الحكومي، ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ؟ الخطوات التي يجب أن تتخذ هو أن الشباب المتظاهر يجب أن يشكل له قيادة حقيقية سياسية ظاهر العيان تفاوض باسمه في ضوء انتخاب، في ضوء تعيين رئيس وزراء من جهة الأحزاب ومن أوساط الأحزاب،
غير موافق عليه من كل المظاهرات في كل مناطق العراق. نعم الدكتور ماجد الزبيدي أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.